هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي اس اي موبلر دينتالي. لا اصابات بالكورونا في السويد حتى الان. رسائل تهديد في غرفة صلاة. أهلا بكم. بعد ساعات من الانتظار والترقب، خرج مستشفى سكونة الجامعي ليؤكد لا إصابات بفيروس كورونا في مدينة مالمو. المستشفى حلل حالة مريضين اشتبهت إصابتهما أمس بالفيروس، لكن التحاليل أثبتت خلاف ذلك. كان مستشفى أوبسالا أعلن أيضا أن مريضين شكا بنفسيهما أنهما مريضان، فأجريت لهما اختبارات أثبتت سلامتهما من الفيروس. الخوف لدى بعض الناس يدفعهم لطلب إجراء تحاليل فورية. تمزيق للكتب الدينية ورسائل تهديد وجدت في غرفة صلاة بأحد مستشفيات يوتوبوري. جامع المدينة وصف الاعتداء بأنه عنصري وتصرف ينم عن كره للإسلام، متسائلا إلى متى سيستمر رهاب الإسلام على نطاق واسع دون أي تحرك من قبل السياسيين. أكثر من 36 ألف رخصة قيادة تم سحبها في السويد العام الماضي، زيادة بنسبة 6% عن 2018. سحب الشهادات جراء حالة السكر هي التي كانت الأكثر زيادة، فيما لا تزال انتهاكات السرعة المحددة أو تجاوز الإشارة الحمراء من الأسباب الشائعة لذلك. وزير الداخلية السويدي مستاء، والسبب أنه لا زال هناك الكثير من الأماكن في سلك الشرطة شاغرة، فيما تعاني البلاد من نقص في عناصر جهاز الشرطة. وفي شهر يناير من بين حوالي 1020 شاغرا للعمل تم شغل 651 منصبا بعد أن نجحوا في اجتياز الاختبارات المطلوبة. الشرطة تلوم الحكومة على أن الدورات التدريبية غير جذابة للمواطنين. مقترح من حزب المحافظين في بلدية رونبي بحظر استخدام الموظفين لوسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل. المقترح أثار الانتقادات بين أوساط الموظفين وكذلك سكان المدينة. بلاغ للشرطة تقدم به مستشفى كارونسكا حول تخريب عدد من الملصقات والمنشورات في المستشفى أكثر من مرة. لماذا؟ لأنها تحمل صور أطفال ذوي بشرة داكنة. تم طمس وجوه الأطفال ذوي هذه البشرة فقط بقلم أسود، رغم تبديل الملصقات أكثر من مرة. إلى فقرة السوشيال ميديا، طبعا الخبر الأكثر تداولا على موقع الكومبس وكذلك الأكثر تعليقا من القراء، خبر إعلان مستشفى سكوني عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في مالمو. التعليقات كانت تحمد الله على ذلك. ومن الأخبار التي أثارت اهتمام متابعي الكومبس أيضا، خبر سحب أكثر من 36 ألف رخصة قيادة في السويد العام الماضي. البعض اعتبر أن هذا ما يستحقه مخالفو القانون، لكن آخرون رأوا أن قوانين السياقة في السويد صارمة للغاية. فلنتابع. لكي مان قال: ما بيقصروا في ناس ما بتستاهل تكون معها شهادة أصلا، لأنه كثير عالم ما بتحترم القانون ومن فهمنته أصلا، بيحفظوا أسئلة الفحص حفظ وبعدين بينسوها. لما تصير معهم الشهادة خدوا على تخبيص ومخالفات وتعريض الناس للخطر. إلى حد ما أنت يعني كلامك صحيح إلى حد ما في هذه الجزئية. أحمد عبد القادر يقول: احترم القانون، كن حذر في القيادة ولا تسحب منك الرخصة أبدا. نصيحة صحيحة 100%. أحد المعلقين قال: أنا واحد منهم، كنت طاير بالسرعة وطار عقلي، وكمان طيروا لي الشهادة وبعدين قالوا لي طير على راحتك.
ما بعرف إذا كنت مبسوط بهالشيء يا صديقنا المعلق. طبعا خبر مقتل كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية في حالة تحطم طائرة مروحية في مدينة كالباباسس في أمريكا كان الخبر للترند بمعظم وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم. كان براينت هو عمره 41 عام قتل مع 8 أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا عندما هوت الطائرة الخاصة واشتعلت فيها النيران. طبعا الصورة الأكثر مشاركة حول العالم كانت تلك التي أرفقها براينت مع تعليق له يقول: الحياة قصيرة، عيش حياتك. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي موبلر، دينتالي.